live și nu s-a ajuns să dai gamă sub den. Hello, hello, ya حلوين, welcome back to my channel. اهلا بكم مره ثانيه بقناتي. اذا اول مره تزورون قناتي اول شيء هلا بكم. اسمي هبه امجد صبري وهنا نسوي كوما انواع من الفيديوهات. So, فيديو اليوم راح يكون اذا ما فهمتوا من التايتل ومن القميص اللي لابسته, فيديو اليوم راح يكون مكياج سريع خفيف للطلاب او للطالبات للي يداومون بالمدرسة او للشغل. يعني راح يكون شيء كلش بسيط كلش سهل, ساعدنا انه نطلع جمالنا الحقيقي او جمالنا الطبيعي, بس انه نبين قاعدين من النوم ما راح للشغل هيك كلنا تعبانين, لان اكيد هواية من عندنا نكون تعبانين ونروح للشغل او نروح للدوام. فاليوم اريد اسوي لكم هذا التوتوريال, واعرف انه هواية من عندكم سأل على هيك لوك, فراح يكون لوك جدا بسيط وجدا سريع, اتصور بعشرة الى 15 دقيقة تكملون. فبدون حكي زايد خلينا نبلش. اول شيء راح نسوي انه راح نخليه مثبت للبشرة, لان اكيد احنا رايحين للمدرسة او للدوام ونريد المكياج يبقى بمكانه, لان ما راح يكون عندنا وقت نجدد المكياج او يعني نسوي له ريتاتش او هيك شيء. فاول شيء راح اخليه هذا المثبت من نيكس اسمه الانجل فيل, فهذا راح اخليه على كامل الوجه اوزعه. هاي الخطوة مؤلة تسويها بس انا كلش احب اسويها. راح استخدم التارت كلين سليت, شو اسمه, كلين سليت تايمليس سموذينج برايمر. اوكي سو هذا يجي هيجي مثل الموس برايمر. راح اخذ شوية على صبعي واخليه على المناطق اللي بها مسامات او اللي احس انه مساماتي تبين مفتوحة اكثر. قاعدكم هيجي برايمر مال اللي يملي المسامات لا تسحبونه, لانه مثل راح يتفتفت وما راح يقعد حلو. فاذا عندكم هيك بورفيلينج برايمر مثل هذا, مثل البروفيشنال من البنفيت, لازم تطبطبونه على البشره. بين ما انتظر بشرتي تمتص شويه البرايمر راح اسوي حواجبي, لان ليش نضيع وقت. A few moments later. اذا بشرتكم دهنيه مثل بشرتي وتريدون المكياج صدق يظل, يعني ما يبدي زيت او هيجي شيء, راح تاخذون السيتنج سبراي مالتكم اذا عندكم يعني اوبن برايم من ماك الفيكس بلس المات, هذا اللي يسوي البشره يعني هيك ما يوخر اللمعه من عندها. راح اخذه وارشه على وجهي, هذا راح يساعد انه يمتص الدهون اللي تصير على الوجه. اوكي سو هسه وصلنا لكريم الاساس. ابد ما تحتاجون تخلون كريم اساس اذا ما تريدون, بس انا صراحه على مود اوحد لون بشرتي احب اخليه, بس مو دائما ابد مو كل مره. راح استخدم الايسادورا هايدرولايت ووتر بيست مات ميك اب اللي هو اويل فري, كلش قديم المفروض اذبه بس يعني باقي لي شويه. والنيكس توتال كنترول دروب راح اخلي تقريبا بومب من الايسادورا دروب وحده من النيكس, راح ادمج ويا النيكس لان هذا تغطيته عاليه والثاني تغطيته او الاول الايسادورا تغطيته ابد مو عاليه. اوكي هسه راح تضحكون علي او راح تقولون هاي مخبله. هاي الخطوه لازم ايديكم تكون بيها نظيفه. استوني قمت غسلت ايدي, راح اخلي الكريم الاساس هيجي واخلي على وجهي. لو تفكرون قبل لا يجي بيوتي بلندر وما ادري شنو مال مكياج, بشنو قبل الفرش شنو كنا نستعمل ايدينا؟ وما اعرف انا احس ايديا يطني فينش يجنن, يعني فلاولس يصير السكين. بس اخذوا وقتكم, اسفه اذا صار صوت عالي, فتحت الاير كونديشن لانه متت من الحر. اوكي سو بصراحه هاي الطريقه اسويها مال استعمل ايديا طريقه صدق اسويها, يعني مو بس انه قاعد اصور فيديو واريد اراويكم شيء جديد او هيجي شيء, انا هواي استعمل ايديا بالمكياج. وهسه راح اخلي خافي عيوب شوي, راح استخدم هذا الخافي عيوب من ميبلين فيت مي. هذا ليش احبه؟ احبه لانه اول شيء
سعره يجنن، بس مو هذا الشيء اللي احبه اكثر شيء بي. احبه لانه التغطيه مالته بيرفكت، لا هي كلش كلش عاليه ولا هي يعني انه ما يسوي اي تغطيه، يعني يغطي كل العيوب اللي موجوده او السواد تحت العين وكلش كريمي، فما راح ما راح يجفف المنطقه اللي تحت عيونكم، يعني حتى لو بشرتكم جافه تقدرون تستخدمونه. وهسه راح اخذ السفنجة مالتي اللي هي Real Techniques Complexion Sponge وراح ادمج كل شيء. على مود اثبت كل شيء راح اخذ بودرة من Clara Cosmetics اسمها Pressed Powder، بس Pressed Powder والمفروض ما بيها لون، هيجي شكلها. راح اخذها بنفس السفنجة مالتي، واول شيء اتاكد انه ماكو خطوط تحت عيني، وبعدين ادخل بالباودر، لانه اذا عندكم خطوط وتخلون الباودر راح تثبتون انتو اسينشلي، راح تثبتون الخطوط، ف وخروا الخطوط وبعدين ثبتوا الباودر. وبعدين على باقي الوجه راح اخذ فرشة واثبت بها باقي وجهي بسرعة. انتو اذا بشرتكم جافة او طبيعية ما تحتاجون تسوون هاي الخطوة، بس انا بما انه بشرتي كلش دهنية لازم اسوي هاي الخطوة، otherwise ورا 3 ساعات مكياجي يروح. اوكي، لما تصير عندكم هيجي حالة، لما تحسون انه خليتوا هواي باودر وبشرتكم شكلها كلش جاف وما بيها، يعني عطشانة، او اذا بشرتكم جافة هي وبس تخلون باودر تبين عطشانة، راح تسوون واحد من الاثنين، يا تاخذون سيتنج سبراي، اكو مثل الهيجي رشاش شلون الفيكس بلس هذا، بس اللي يصير مو مات اللي طبيعي الاوريجينال مالتهم، لو تسوون شيء هواي ارخص لكم راح يصير وبالضبط نفس الشيء، وشيء كلش انا احبه، تاخذون ماي ورد عادي، ماي ورد انا اشتري هيجي بطل كبير واخليه بهيجي رشاشات صغار، هذا ماي ورد، وراح اسوي ايش راح اسوي، راح ارشه على وجهي، وهذا اللي راح يسوي انه راح يمتص كل الباودر الزايد ويخلي الكريم والباودر هيجي مثل يسوون ماري توجذر ويدخلن بالبشره وتمتصن البشره بطريقه كلش حلوه، ويصير يصير الجلد مالتكم او وجهكم مبين طبيعي هواي اكثر. اوكي، سو هسه لما تتاكدون انه وجهكم صدق نشف، مو تبقى قطره ماي هنا او قطره ماي هنا، راح تدخلون بالبودره السمراء مالتكم اللي هي البرونزر. ليش نخلي البرونزر؟ لانه هسه لما خلينا الكريم الاساس وجهنا صار كلش فلات، يعني ما مبينه باي كونتور، يعني هيجي شويه فلات، نريد نرجع الحيويه والهيجي الحيوية اللون للبشرة، ونريد هم نرجع تقسيمات الوجه إذا تفتهمون. فراح أبلش هيجي من يم الزلف مالتي، وبس شوي شوي أدمج اللون ورا ما رجعت الحيوية للبشرة واللون بينا شوي مصحصحين أكثر أكيد. فش راح أسوي للعيون؟ ما راح أخلي مكياج كلش قوي، لأنه الدنيا صبح، رايحين دوام او رايحين جامعة او مدرسة او هيجي شي، فنريد شي بس يسوي كونتور للعين. راح اخذ نفس البرونزر اللي استخدمته، بودرة سمراء، وراح اخذ فرشة يعني كبيرة مال دمج، هاي من زويفا اسمها 222 لوكس كريس، راح اخليها هذا اللون بالضبط على كسرة الجفن. سو راح ناخذ هسه احمر خدود كيوي سلطه، قاموا تتحبوا. راح استخدم هاي الباليت من ان واي اكس، راح استخدم هذا راح استخدم هذا اللون اللي هو وردي على بيتشي، هيجي شيء مشمشي بس اكثر على وردي، لانه احسه طبيعي، هذا ما بيه لمعه مطفي. راح اخذه بفرشة، اول شيء اخليه على ايدي لان ما اريد كلش هوايه يصير اللون، حتى لو انا من عشاق البلاش. راح اضحك واخليه على تفاحة الخد،
اوكي للاضاءة راح اخذ شيء كلش طبيعي، وبصراحة واحد من الهايلايترز مالتي المفضلة اللي هو الماري لومينايزر من ذا بوم، يجي لونه هيجي ذهبي على شامبين يجنن يخبل والحلو بي انه كلش طبيعي على البشرة بس يبين. يعني راح اخذه واخليه على اعلى منطقة بالخد اللي هي هنا، وما اريد يعني ما اريد يصير كلش قوي لان الدنيا صبح، شوية على الانف عمود مبين قاعدين، وراح اخذه نفسه شوية تحت الحاجب. هاي الخطوة لازم اسويها انا بكل مكياج اسويه. شوفوا الفرق، هاي العين ايش قد مبينه اكبر ويعني مصحصحه اكثر وقاعده مرتاحه شبعانه نوم. هاي خطيه قاعده وجهها هنا للفجر. هسه ايش راح اسوي؟ يو جست ات، راح ارجع بماي الورد وارش على وجهي على مود ااكد انه كل شيء ينقفل بمكانه وتروح كل الباودر الزايد اللي ان كان برونزر او هايلايتر او كان احمر الخدود. ارجع وهسه ورا ما نشف هذا راح اخلي السيتنج سبراي الحقيقي المثبت الحقيقي. راح استخدم اليوم الميك اب ريفولوشن فيكس ات اويل كنترول فيكسينج سبراي، هذا اللي للتحكم بالدهون يعني بالبشره الدهنيه اللي هواية زيت يستخدم هذا، وعندهم اتصور واحد illuminating يعطي لمعة اكثر للبشرة الجافة، بس انا بما انه بشرتي ما شاء الله تلمع راح اخلي من هذا. اوكي لما نشف setting spray راح اكمل العيون، وهاي الخطوة ابد مو لكل شخص، اللي يحب الايلاينر راح يحبها. سو انا لما كنت بالجامعة وبالمدرسة كنت مو كل يوم اخلي مكياج، بس لما اخلي مكياج تقريبا يعني كنت 70% اذا مخليه مكياج 70% من المرات اخلي ايلاينر. سو انا من عشاق الايلاينر من كنت صغيره اللي هسه. سو اللي راح تسوونه انه راح تاخذون ايلاينر، اي ايلاينر تحبونه. اللي راح اسوي واللي كنت احب اسوي هوايه ولهاي اليوم اسوي انه اسوي وين بس ما اكملها على كامل الجفن، يعني اسوي وين بس بطرف العين. راح اخلي عيني مفتوحه بما انه عيوني مبطنه، وراح من رموشي السفليه اسوي تريس الوين مالتي هيجي شيء كلش بسيط، وبعدين راح ارجع واخلي الوين او الخط اللي راح ارسمه راح اخليه كلش قريب على الرموش، فهذا اللي راح يسوي لي انه يطول عيني ويرفعها. سو اخر تريك راح اخذ كحل اسود، اي كحل اسود عندكم او كحل بني اذا تريدون تستخدمون، المهم انه يكون لون غامق، وراح اسوي تايت لاين بنهاية العين. واخيرا وليس اخرا راح يكون الماسكارا. على شفايفي اذا ما تريدون تخلون لون على شفايفكم مو الا خلوا بس شويه هيجي مرطب، وهاي هي بس انا بما انه شفايفي صار عليهن فاونديشن فاريد اخلي لون على مود يعني لون شلون ويا لون الخدود مبين هيجي يعني روزي وصحي، يعني مبين شفايفنا صحيه، بس ما احب اخلي ليكويد ليبستيك يعني شيء كلش سميك على الشفايف راح يبقى ساعات وبعدين مثل اللي يتفتفت، ما احب اخلي يعني شيء مثل الجير على شفايفي، اريد ان شيء سهل وشيء خفيف على شفايف من الصبح. فراح استخدم الماكس فاكتور ليبفينيتي فيلفت مات رقم والله شنو اسمك رقم 30 اسمها كول كورال، واذا حسيتوا اللون شويه غامق مثل ما انا شويه حسيته هسه تقدرون تفتحونه. راح اخذ نفس الحمره بس بالرقم 15 اسمها نود سيلك، وبس اخليه على نص الشفه. وهنا يا حبايب خلص الفيديو مالتنا مال اليوم على هذا المكياج اللي انا مخليته اللي كلش سهل وكلش سريع تسوونه
10 الى 15 دقيقة depending on ايش قد سريعين انتو بالمكياج مالتكم. واتمنى يكون عجبكم المكياج. انا بصراحة كلش عجبني، وهذا نوع المكياج اللي يليق بالدوام، للشغل، للمدرسة. انا بصراحة هذا نوع من المكياج هواي هواي اسويه ودائما. فاتمنى يكون عجبكم، واتمنى استفاديتوا من التيبس مالتي اللي اعطيتكم اياها، النصائح. واذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسون تعطونا ثامز اب، تسوونا لايك، تشتركون بقناتي، حطوا لي كومنت اذا تريدون تشوفون بعد هيجي فيديوهات. ولا تنسون هم تضغطون على الجرس الاحمر على متعرفون كل مره انزل فيديو جديد. شكرا على متابعتكم، احبكم كوما كوما كوما، واشوفكم بالفيديو الجاي.